السلام عليكم شباب، معكم لسنجر. اول جهدي اليوم راح نلعب معكم لعبه دوم زي ما تشوفونها قدامكم الحين، راح نختمها كامل. طبعا انا متقدم، انا في لعبتي في تختيمي في حق قناتي سابق جيمنج متقدم، فبس راح ارجع واسوي لكم التختيم لقناتي انا. طبعا ما بنرجع هناك، خلينا تختيم جديده ونبتدي معاكم اللعبه. نبغى تختيم جديد في القناه، نبي اشياء جديده، تطوير جديد. انا وعدكم شباب اني راح العب دوم، وبعدني عند وعدي، وعدكم اني راح العب ذا ويتشر دارك سولز 3، وانا بعدني عند وعدي. فشنو راح اسوي؟ راح انزل حول كل يوم فيديوين، واحد دارك سولز وواحد يسمونه هذه دوم، احاول اوزع بين الاثنين وان شاء الله خير. يعني طبعا اللعبه قاعد مره قاعد، اذا تسالني حلوه اللعبه حلوه ولا مي حلوه، اللعبه حماس، اكشن حماس، طق يا حبيبي جلد اديله، بس هذا اللي اقدر اقول لك اياه. طبعا الملتي بلاير بعدني ما العب فيه، بس طبعا اتكلم عن حاليا انا عن القصه. حلو. حبيبي طبعا انا عارف شنو اسوي شباب، فبحاول اشرح لكم اللي صاير. يعني عارفين علي كيف؟ اجلد يا حبيبي ولا اجلد. لا طبعا زي ما قلت لكم شباب، انا عارف شنو اسوي. اللعبه مره شيء جبار، ما ادري بعد ما يفتح الباب هذا، ما ادري شنو الوضع، هذا بيساعدنا او ضدنا، ما ادري الصراحه لحد الحين شنو سالفته. اختصر الموضوع يا حبيبي، هذا راح يلبسنا البدل الخرافيه. يا حبيبي ليتس جو. طبعا اللعبه فيها اكشن كثير، انا اذا بدايتها سويتها سريع، انترو سريع للتختيم، اعذروني شباب، بس والله حاب اللعبه لحد الحين، شيء مش مكمل، فاهمين عليه كيف؟ شيء خرافي والله. هذا الدكتور سامي يحاول يساعدنا، بس خوينا ما يبي يسمع له، ويبي خلينا نشتغل مع بعض، هذه السالفة يعني. عصبي الولد، عصبي مرة عصبي. اوكي طبعا تشوفون هذه الالوان اللي عليهم، اذا اروح لوضعيه الار 3 يبكس على طول، يعطيني هذا تبكيس، بس من يولع يمديني اعطي ميلو راح يموت. انا بيعطيني الشاتجن، شيل الشاتجن حبيبي. لا تقعد تهايل. طبعا تقدر تقتل بدون تبكيس، بس انا احب الانيميشن حق التبكيس مره حلو. مره شيء جبار. اوكي نظفنا الوحوش. طبعا هذا اسمه نست، شنو تسوي له؟ تجي له اذا ضغطت على ار 3 راح يطلع لك وحوش كثيره، مره كثيره، بس تبتدي تضرب فيهم. حبيبي اكشن. تعال.
اوه هيلث نازل. لا تضربني. اح ركز جيب هيلث حبيبي. هذا امو. حبيبي حبيبي. طبعا الجهه الثانيه في اغراض يعني اقدر اخذها. هنا امو وفي اشياء كثيره احتاج. حلو. Stay down baby. Let's go. اتوقع خلصنا كل شيء. ايه روح حبيبي روح روح فكنا بس عن وجهك. انت انت وجهك الاقرع حبيبي. هذه دكتور مره ثانيه. اما ايشوري ولا ايشوري يا حبيبي. هذا بداية مشواني في اللعبة يا حبيبي. انت تعال ما عليك. راح اشق وجهك شق. اقطعك تقطع يا حبيبي. ختم اللعبة مع بعض واحنا جالسين ناكل بعد. حلو. اوهو. اتذكر في شيء اخذ هنا اكسس تقريبا. تعال. ايوه هذا هو هذا ارمر. هذا الاكسس وحاجه اسمه يو اي سي. ما في اي شيء ثاني ورا. نسرع هنا نشوف مجموعه وحوش لازم نقضي عليها بعد. حبيبي تعال انت مع خذ. خذ يا حبيبي. اوهو جيب الارمر. اطلع لي من تحت الارض من فوق الجو يا حبيبي. راح تموت انت معاه. اشوفك اشوفك. تعال تعال حبيبي. هنا في هيلث. حلو. في امو بعد. يا سلام. انت اي اي انا اطلع لك فوق جي تحت. ايش كلام باي. لطخ بس. هذا الاخير ما جبتك. هذه المره جبتك خلاص. اوكي الحين نعرف طريقنا وين نجي نركب. هنا اول شيء خلينا ناخذ هذا الهيلث حبتين سريع سريع. وهذا الايمو. هاي طبعا ايمو تشوفونه عبي. وهذا باب مسكر يبي لنا اكسس اسمه بلو اكسس اونلي. ندور حاجه اسمها كرت ازرق. طبعا الكرت موجود هذه الزاويه. جيب الكرت تركب هنا بتشوف قطعه سريه مدعوسه. هاي هذه خدناها. هذه تجمع كل مرحله فيها قطعتين. شوف شوفوا شكلها. هذا شكلها. كل مرحلة فيها قطعتين تحصلها من الزبني. شوف وين حاطينهم هم. عن نفسي ما راح اعور نفسي وادورها. هذه جرنيت. اللي بوي شيل. هنا في واحد وحش كان. اوي.
اوه طبعا احاول اقتل كل واحد وامشي على جثته شباب، عرفتون علي؟ قولوا ليش حق عب الهيلث، لان كل واحد تقتله ينزل لك هيلث. ما ادري اتوقع يقدر يدرب. اوكي وهذا جهاز تطوير او يعطيك اتاشمنت، كل مرحله راح تحصله مره تقريبا اللي شفته يعني الحين في وجهي. وحاليا عندنا خيارين، شارج بريست او اكسبلوسيف شات. هذه الطلقه ترميها وهذه يكون الطلقه تصير ثلاث. خليني ابي اخذ الثلاث هالمره، احس انفع من ذيك بالنسبه لي يعني حاليا. جرب. اخذنا هذه بعده. دبل كيل. اقدر اركب لك لا اقدر اخذ. والله اخراج مش طبيعي، والله اخراج مش طبيعي. خذ الهيلث حبيبي، هذا اللي فوق كيف اجيك انا؟ حلو ركب تعال. ايش تهبل علي انت؟ والله اجيك، والله اجيك. خذ هذا بعد يلا. حلو عندي خمس طلقات. طبعا المكان الثاني حق الدمي الثاني ادلها شباب. هنا تحت، وفي تحت زبنه. بس عاد خليني اصيد الزبنه هذه. وين؟ ايوه هذه الزبنه، هذه الدميه الثانيه اللي اقول لكم عنها. بس حبيبي هذا الارمر، جيب الارمر. حلو راي هذه، بس لو ادري جاي يطور ولا لا. والله يا ابو كلب هلكني. اوه حلو. فرايز بيبي، تشيك ذيس ون اند ذيس ون اند ذيس ون اند ذيس ون. انزل يا كلب، انزل يا كلب. جيري يا حبيبي. تموت موت يخرب بيتك. احسن ما في البس لما يخلصوا. ما في تعشيق، ما في شيء اسمه تعشيق يا حبيبي، في اكشن. باي. شوف وجهك بس. اوه يا حبيبي. لاحظ ما هي مشكلة. بوتشر اعطوني تروفي. ايش هذا انزين؟ هذا يتدمر بس. من الفايدة؟ اوهو داي. اوكي
طريقنا فوق. دائما تتابع الاخبار حق توصل لطريقك، او تشوف العلامة هذه الصغيرة اللي فوق، هذه العلامة اللي فوق تشوف 88 اللي فوق الشاشة مرة، هذه علامة. اوكي هنا فيها هذا ايوي خلاص. شيء ثاني لا يوجد. ما نبي كلامك، ما منا داعي، خلاص. وتقريبا كذا شباب وصلنا لختام الحلقة الأولى أو الجزء الأول من لعبة دوم. هذه كان شوي سريع، ربع ساعة بالنسبة للعب التختيم، بس أنا عارف شنو أسوي وفاهم بالضبط شو قاعد أسوي. فنتمنى إن شباب عجبكم هذا الفيديو واستمتعتم فيه، لا تنسوا الشير واللايك في السبسكرايب زي ما وعدتكم. راح ننزل كل يوم إن شاء الله مقطع، وحاول أنزل مع دارك سول 3. أنا إذا تأخرت شوي في دارك سولز في التختيم، بس في ناس تستنى تشوفه وناس تحب تشوف هذا الشيء وتتعلم. فأهم شيء نزلكم فيديوهات، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.